بيكم مشاهدي عين على البرلمان في الجولة الثانية النهاردة اللي هنتابع فيها أهم وآخر الأخبار، سواء الخاصة بالشأن البرلماني أو غيرها من الأخبار العامة اللي بتهم حضراتكم في جميع المجالات. استقبل مطار القاهرة اليوم الدولي الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون في زيارة للقاهرة تستغرق يومين للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. تناولت القمة المصرية اللبنانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والتعاون في مكافحة الإرهاب. ووصل عون على رأس وفد رسمي يضم كل من وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والمالية علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة ووزير الدولة لشؤون رسالة الجمهورية. قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر ولبنان تتويج للتواصل بين الشعبين المصري واللبناني لما لها من حضارة عبر التاريخ امتدت عبر العصور، أسفرت عن ترابط قوي واتفاق في الرؤى بشأن القضايا المختلفة. وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباحثات مع نظيره اللبناني على أن مصر ستواصل دعمها لدولة لبنان الشقيقة على كافة الأصعدة. ومن جانبه قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن العنف لا يمكن أن يرسي سلاما ولا يبني مستقبلا، بل يفاقم الانقسامات ويزيد من مخاطر الفوضى، مشيرا إلى أنه توقف كثيرا في مفاوضاته مع الرئيس السيسي عند الإرهاب الذي عانت منه كثيرا مصر ولبنان، وأكد أن الأديان السماوية بريئة من كافة أشكال التعصب والتطرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز فخامة الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر، وأؤكد لكم أن العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا ما هي إلا تتويج للتواصل القائم بين الشعبين المصري واللبناني بما لهما من حضارة ضاربة في عمق التاريخ امتدت عبر العصور من خلال تقارب ثقافي واجتماعي، وأسفرت عن ترابط قوي واتفاق في الرؤى بشأن القضايا المختلفة. كما يسعدني فخامة الرئيس أن أجدد التهنئة لكم وللشعب اللبناني الشقيق على نجاح لبنان في استكمال الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المواطن اللبناني وتعمل على تحقيق طموحاته. السيدات والسادة، لقد سعت مصر دوما للحفاظ على كيان واستقرار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، حيث تواصلت على مدار الفترة الماضية مع مختلف القوى السياسية اللبنانية لتأكيد ضرورة اعتماد الحوار أساسا لحل الخلافات. كما كانت مصر من أولى الدول التي رحبت بقدرة اللبنانيين على التوصل إلى تسوية سياسية صنعت في لبنان بعيداً عن تدخل القوى الخارجية، وحافظت على النموذج اللبناني الفريد في التعايش بين كامل طوائفه، مما يجعل لبنان نموذجاً رائداً في المنطقة لتسوية الأزمات سياسياً. وأؤكد لأخي فخامة الرئيس ميشيل عون إن مصر ستواصل دعمها للبنان الشقيق على كافة الأصعدة، وكل ثقة في أن ولايته ستعزز وضع لبنان كبلد للتعددية السياسية والتنوع الثقافي الذي تحكمه أسس المشاركة والتوافق بين القوى السياسية المختلفة، وستحفظه بعيدا عن أي محاولات لجره والمنطقة إلى ساحة الصراعات المذهبية أو الدينية الغريبة عن منطقتنا والتي تحاول أن تسلب من منطقة المشرق العربي خصوصيتها التاريخية كساحة تعايش وطلاق بين الأديان والمذاهب. إن لبنان الحر القوي المستقر يعد عامل قوة للأمة العربية، وستجدون منا أخي فخامة الرئيس ميشيل عون كل الدعم في جهودكم من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان ومواصلة جهود البناء والتنمية. الأخوة والأخوات، لقد تباحثنا اليوم حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين،
خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، واتفقنا على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا بغرض الترويج لصناعات ومنتجات البلدين في القارة الإفريقية. وأسعدني أن أستمع من الرئيس ميشيل عون إلى رؤيته حول تطوير العلاقات بين بلدينا الشقيقين والرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية المتواجدة في لبنان. كما تترقت مباحثاتنا إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والأزمة السورية وأزمة اللاجئين التي تعاني منها لبنان، كما اتفقنا على ضرورة وقوف الدولتين معا ضد مخاطر الإرهاب، حيث عربت لفخامته عن استعداد مصر لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية. وقد ناقشنا أيضا الاستعدادات الجارية للقمة العربية المقبلة التي ستستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي نعمل جميعا على إنجاحها في مواجهة التحديات العصيبة التي تواجه الأمة العربية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها. السيدات والسادة، أود أن أجدد مرة أخرى سعادتي الخاصة بهذه الزيارة الهامة، وترحيبي وترحيب كل المصريين بأخي العزيز فخامة الرئيس ميشيل عون في بلده الثاني مصر. واسمح لي فخامة الرئيس أن أعطي لك الكلمة فلتتفضل. تفضل. شكراً. زيارة الرئيس الأخ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. سعدت اليوم بلقائكم وأشكركم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وهما ليس بغريبين أبدا عن طبيعة شعب مصر الطيب والأصيل. ويسعدني أن أتوجه إلى سيادتكم بدعوة رسمية لزيارة لبنان. لم أتني إلى مصر لإرساء علاقات بين بلدينا أو لتحسينها، إنما للتأكيد على علاقات تاريخية منذ النهضة العربية حتى اليوم لم تعتريها شائبة على الرغم من كل التغيرات والتحولات. فكان هذا اللقاء مناسبة طيبة للبحث في كيفية تطويرها وتعزيزها وتأمين استمرارها على جميع الأصعدة وفي مختلف القطاعات والمجالات، بما يخدم مصالحنا المشتركة وتطلعات شعبينا. وأكدنا في هذا الإطار على ضرورة توطيد أنشطة اللجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة ومتابعة أعمالها وتفعيل اجتماعاتها بشكل دوري للوصول إلى النتائج المرجوة. وتطرقنا خلال المحادثات إلى الوضع العام المضطرب، لا بل للملتهب في منطقة الشرق الأوسط وفي عالمنا العربي. وهنا أعيد التأكيد أن الأمال المعقودة على الدور الذي يمكن لمصر القيام به بقيادة سيادة الرئيس كبيرة. فمصر الاعتدال والانفتاح، مصر السند والعضد، يمكنها إطلاق مبادرة إنقاذ عربية تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يضرب في أرضنا ويستبيح أهلنا، والعمل على إيجاد الحلول السياسية للأزمات الملحة في الوطن العربي وبالأخص في سوريا التي تستعر فيها النار منذ سنوات، وقد طالتنا شظاياها وألقت نتائجها حملاً كبيراً على كاهلنا، تجلى بزيادة ما يقارب 50% من عدد سكاننا. فالعنف وما يستدعه لا يمكن أن يرسي سلاماً ولا يبني مستقبلاً، بل يباعد الحلول المطلوبة ويفاقم الانقسامات ويضاعف التشرذم ويزيد من مخاطر الفوضى الشاملة. لقد توقفنا طويلاً عند ظاهرة الإرهاب التي عانى منها لبنان ومصر الكثير، ودفع من أبناء شعبيهما الدماء الزكية. فأكدنا أن الأديان السماوية وما تحمله من تعاليم سامية هي براء من كافة أشكال التعصب والتطرف والجنوح إلى الإرهاب.
وأن لا خلاص لبلدينا اللذين يفتخران بتنوعهما الديني ولعالمنا العربي من هذا الإجرام الإرهابي إلا بالتضامن الكامل في مواجهته، لأن الإرهاب لا يميز بين دول وشعوب وأديان، بل يتبع عقيدة القتل والتدمير، وهي عقيدة منافية لمنطق الحياة ولثروة الحضارة الإنسانية. كما أكدنا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية، بما يضمن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة والتأكيد على حقه العودة ورفض التوطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وأني أغتنم هذه المناسبة لأتمنى لجوهرية مصر الشقيقة المزيد من العزة والازدهار، وليعرب عن شكر الشعب اللبناني لدور مصر الريادي ووقوفها الدائم إلى جانبه، لا سيما في الظروف الصعبة التي اجتازها، ودعمها في المحافل الإقليمية والدولية. وشكرا. شكرا فخامة الرئيس. وأنا بشكر فخامة الرئيس على دعوته الكريمة لزيارة لبنان، وقريبا سأكون في لبنان فخامة الرئيس. شكرا جزيلا. شكرا. قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أنه سيتم إرسال التعديل الوزاري الجديد صباح غد لمجلس النواب للتصويت عليه، ورفض رئيس الوزراء الإفصاح عن أي ملامح للتعديل، مؤكدا أن كل شيء سوف يظهر غدا. قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قائمة التعديل الوزاري الجديد وصلت مكتب رئيس مجلس النواب اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم طرحها على الأعضاء في الجلسة العامة للبرلمان غدا، وأكد على أن التأخير في إعداد التعديل الوزاري مبرر، خاصة أن الضغوط كانت كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وكان لابد من إتاحة التوقيت المناسب لاختيار الأشخاص التي تعمل معه. كما أوضح أن اتفاقية صندوق النقد الدولي لم تصل للمجلس حتى الآن، ولا تزل في طور الإجراءات الحكومية عليها من قبل السلطة التنفيذية. بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عيسى مرشد الصحفي بجريدة الأخبار. تحياتي لحضرتك يا أستاذ عيسى. خالص تحياتي وتقديري. معلومات عند حضرتك يا فندم بشأن التعديل الوزاري المرتقب واللي متكتم عليه، يعني إن صح القول. لا، هو التعديل الوزاري خلاص تم الاستقرار عليه زي ما قال رئيس الوزراء لدى عودتي من قصر الاتحادية منذ نصف ساعة، وقال يعني كل شيء جاهز، والتعديل هيكون أمام مجلس النواب غدا اللي هو الثلاثاء. يعني أبرز ملامح التعديل الوزاري يا أستاذ عيسى. نعم، أبرز ملامح التعديل الوزاري إيه؟ والله هي هناك تسريبات من الزملاء من مجلس النواب بيقولوا ان الدكتور علي مصالحي قدم استقالته، ومن لجنه البرلمان، ولانه مرشح لحقيبه وزاره الاستثمار وقطاع الاعمال العام. هذا ما تم تسريبه. بالاضافه الى ذلك هناك تسريبات اخرى، منها المستشار ايمن عباس مرشح لحقيبه وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب. ودكتور حسام، مش ده اللي كان رئيس محكمة الاستئناف يا فندم؟ نعم، المستشار أيمن عباس اللي كان رئيس محكمة الاستئناف. أيوه اتفضل يا فندم. وبالإضافة لكده بيقولوا هاني سويلم مرشح للتربية والتعليم، والدكتور حسام بدراوي مرشح للتعليم العالي. كل هذه تسريبات، يعني أنا أستطيع أن أؤكد ان هذه التسريبات قد تكون فيها نسبه صحيحه في بعضها، والباقي ممكن يكون شائعه. وايا كان الامر دعينا ننتظر خلال الساعات القليله القادمه سيتم الافصاح عن التعديل الوزاري بصوره متكامله زي ما قال رئيس الوزاره هانت، وطبقا للموعد المحدد غدا امام مجلس النواب. طيب، يعني عدد الحقائب الوزاريه اللي هيتم تغييرها يا فندم كام بالظبط؟ لان احنا سمعنا من 7 لـ9. لا، هي لم تتجاوز، هي من 9 لـ11.
لن تتجاوز ال 11، يعني ثلث اعضاء الحكومه الحاليه. طيب الاستاذ عيسى مرشد الصحفي بجريده الاخبار، كل الشكر لحضرتك. مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا نطلع لفاصل قصير، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام لسه مكملين معاكم في عين على البرلمان. قال اللواء محمد علي مصلحي وزير التموين أن الوزارة تدرس تنفيذ بعض المقترحات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع الغير مبرر في الأسعار، منها تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات، على أن يتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحاد المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية بما يتناسب مع آليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة. وأضاف وزير التموين خلال الاجتماع الذي عقده القيادات بالوزارة ورؤساء المجمعات الاستهلاكية والجملة أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري. ينهي اليوم وفدا من وزارة البترول والثروة المعدنية زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، والتي استغرقت 3 أيام لإتمام التفاوض مع الجانب العراقي بشأن الاتفاق على إمداد مصر بخام البصرة العراقية والاتفاق على المسودة النهائية للعقود. وتسعى مصر لاستيراد 1,000,000 برميل شهريا من خام البصرة العراقي لتكريرها بالمعامل المصرية في ظل السعة الحالية في معامل التكرير المصرية. وقال المهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول أن السفر الوفد المصري إلى العراق يأتي في إطار إنهاء الاتفاق مع الجانب العراقي، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مفاوضات مكثفة بين المهندس طارق الملا وزير البترول المصري والمهندس جبار اللعيبي وزير البترول العراقي، متوقعا أن تدخل اتفاقية حيز التنفيذ في غصون أسابيع قليلة. وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن مصر تحصل على الخام العراقي منذ فترة عن طريق الشركات العالمية والموردين، لكن الاتفاق الحكومي بين البلدين سوف يعطي مصر تسهيلات في السداد، مشيرا إلى أن خام البصرة يعد واحدا من أجمد الخامات التي تستوردها مصر، وكانت شركة أرامكو السعودية توقفت منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي عن إمداد مصر بالمواد البترولية رغم وجود اتفاق قيمته 23 مليار دولار يلزم الشركة السعودية بتوريد 700,000 طن شهريا لمصر لمدة 5 سنوات. الجدير بالذكر أن الكويت تزود مصر بنحو 2 مليون برميل شهريا بما يوازي 3.4 مليون طن خام لمدة 3 سنوات بموجب اتفاق بين البلدين تم تجديده مع بداية شهر يناير الماضي على هامش انعقاد مؤتمر وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بالقاهرة. فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة اليوم أمام حركة صفر الحالات الإنسانية بين مصر وقطاع غزة، حيث قال مصدر في معبر رفح من الجانب المصري أن المعبر يشهد حركة مرور المسافرين بشكل طبيعي لليوم الثالث على التوالي لهذا الأسبوع. وأشار المصدر إلى أن إحصائيات العبور بين مصر وغزة عبر معبر رفح أمس في اليوم الثاني لتشغيله سجلت مرور 871 عابرا بين الجانبين، بينهم 6 وصلوا للأراضي المصرية قادمين من قطاع غزة، وغادر مصر لقطاع غزة 270 مسافرا، وفي اليوم الأول مرة 508 عابرا بين الجانبين، وسمح بدخول 70 شاحنة مساعدات تحمل مواد بناء. تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيانا عاجلا حول التعديل الوزاري المزمع خلال الأسبوع الحالي، مطالبا بعدم عرض التعديل على مجلس النواب بسبب مخالفة الحكومة للدستور وبسبب سياستها ضد المواطنين. وقال النائب في تصريحات لعين على البرلمان أنه يطالب باستدعاء رئيس الوزراء للمجلس إعمالا لنص المادة 134 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية حول ضرورة المطالبة بعدم عرض أسماء الوزراء الجدد على المجلس. وقال النائب أنه أن أسباب مطالبة بعدم عرض أسماء الوزراء الجدد على المجلس منها على مجلس النواب تقييم أداء الحكومة قبل التعديل البرلماني، وكذلك رفض الحكومة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي وخطاب النوايا،
وسياسة تعويم الجنيه مما أدى إلى انخفاضه والارتفاع الجنوني للأسعار وفرض الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والطاقة وإلغاء الدعم وتحمل الفقراء مزيد من الديون والأعباء. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي عين على البرلمان. نحن الآن لا نزال في مجلس النواب. النهاردة اللجان النوعية بتناقش العديد من طلبات الأحاطة. لجنة الزراعة النهاردة كانت إحدى هذه اللجان. النهاردة بتناقش قضية الأسمدة ونقص الأسمدة الموجودة في الأسواق بما يضر المزارع المصري في هذه اللحظة. هناك عدد من طلبات الأحاطة مقدمة من عدة نواب. معي سيادة النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الزراعة، النهاردة قدم طلب إحاطة لتوقف عدد من مصانع الأسمدة. إن إحنا النهاردة في أزمة، ما فيش أسمدة النهاردة بنقدر نوفرها للمزارع. في المقابل هناك عدد من المصانع المغلقة. هنعرف من سيادة النائب عبد الحميد كمال أهم طلبات الإحاطة المقدمة منه النهاردة بخصوص هذه القضية. برحب بحضرتك. أهلا بك. أنا بشكرك لأن موضوع السماد ده موضوع أمن قومي، يهم الزراعة والزراعة أمن قومي. في الحقيقة إحنا عندنا أكبر مصنع للأسمدة في مصر هو مصنع شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ده ملك الحكومة وكل بيتمتلك الحكومة، واللي أنشأه عبود باشا في الخمسينات. للأسف الشديد هذا المصنع بيتعرض النهاردة للتخريب ومفهوش أي إمكانيات، وبيتأجر جزء منه لبعض القطاع الخاص، لكن قدراته الإنتاجية معطلة. احنا عايزين نضيفه رغم الوعود اللي حصلت من عدد من الوزراء سابقين، محمود محي الدين ووزير البترول وعدد من الوزراء الآخرين، حتى آخرهم الوزير رئيس وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي جه في مايو وكرر نفس الوعود. مرة حط حجر أساس لتطوير المصنع في أيام سامح فهمي وما حصلش، محمود محي الدين ما حصلش، الوزير أشرف العربي قال إن احنا هنضخ في مبالغ، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال ما عملش أي حاجة من مايو حتى الآن. هذا المصنع فيه عدد كبير من العمالة الفنية والمهندسين الأكفاء لأنه هو المصنع رقم واحد في الشرق الأوسط، النهاردة معطل، وده بيأثر على صناعة الأسمدة. أنا طلبت من اللجنة النهاردة بضرورة إعادة تشغيل مصنع الأسمدة وتطويره، حتى لو بالمشاركة مع القطاع الخاص، بس يكون القطاع الحكومي 51% والقطاع الخاص 49% عشان ده ملك الحكومة، ويحصل تطوير هيوفر كتير من الأسمدة الخاصة بالأمن الغذائي المصري. واللجنة مشكورة وافقت برئاسة الأستاذ هشام الشعيني على ضرورة عقد جلسة خاصة مع وزارة الصناعة، مع لجنة الصناعة، مع وزير الصناعة، مع وزير قطاع الأعمال، مع وزير الزراعة لمناقشة هذا الأمر الخطير، لأن ده بيمس أكتر من 1600 عامل وبيمس أكتر الاستفادة من القدرات الخاصة بمصنع السماد، والناس مستنية تطوير. فندم أنا بسأل حضرتك، هو ليه متوقف؟ هل مفيش رأس أموال لتشغل مصنع؟ ليه بيتم إسناده لجزء من القطاع الخاص؟ للأسف دي فواتير سابقة بتدل على الفساد ومحل تحقيقات، وأنا تقدمت بمذكرة أرسلتها إلى وزير قطاع الأعمال وناقشته في أثناء زيارة الميدانية في وجود العمال وفي وجود رئيس مجلس الإدارة القديم. للأسف الشديد هذا المصنع بيدار بإمكانيات ضعيفة، محتاج تطوير، المصانع القديمة متهالكة فيها أعطال كتير وما بتعملش القدرة الإنتاجية. احنا طالبنا ان لابد ان يحصل فيه ضخ مبالغ من الحكومة لتشغيله لأهميته، زائد مشاركة القطاع، لان القطاع الخاص باعتبار انه يساهم بجزء في النشاط، ويعاد النظر في الأنشطة الخاصة ببعض الشركات اللي بتاخد بعض الأحماض وبتبيعها وبعض الكيماويات وبتبيعها وبتكسب فيها بينما المصنع بيخسر. واحنا عايزين السماد ده خط أحمر
أمن قومي عشان نوفر كمان فرص عمل جديدة وندي فرص وأمل للمهندسين اللي موجودين. للأسف لما حصل تجديد المرة دي اتشال رئيس مجلس إدارة وجابولنا نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة من شركة خسرانة. المفروض يجيبوا شباب والمفروض يحصل تطوير لهذا المصنع عشان السماد مش كسويس لكن السماد كمصر. احنا بنطالب سيادتك وانا بشكر قناة الحياة على انها بتحلنا الفرصة عشان نطالب بمصنع تطوير مصنع لشركة النص الأسمدة والصناعات الكيماوية بعتاقة حتى يساهم في الاقتصاد ويساهم في تنمية الزراعة في مصر. أنا بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن هناك قضية أخرى هي مصنع النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية. النواب يطلبوا بتشغيل هذا المصنع لسد الحاجة للأسمدة التي لم يتم توافرها، وأيضا المزارع المصري لم يحصل على الحصة الخاصة به من السماد مما يؤثر على الزراعة المصرية. بشكركم أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. شكرا لزميلنا محمد رياض والشكر موصول أيضا لضيفه الكريم. ونستكمل مع بعض أخبارنا. خلال اليومين اللي فاتوا أسعار الدولار شهدت انخفاض أمام الجنيه المصري، وأثر سعره في بعض البنوك ل 17.30 جنيه في مطابقات لوزير المالية مطالبات لوزير المالية ورئيس الجمارك مصلحة الجمارك بضرورة تخفيض الدولار الجمركي، وده اللي تم تحديد سعره في كتاب دوري منذ شهر ونصف ب 18.5 جنيه للدولار، وده علشان الناس تشعر بانخفاض الأسعار بعد تراجع الدولار. بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة. تحياتي لحضرتك دكتور هشام. مساء الخير، تحياتي لحضرتك وأستاذ المشاهدين. في البداية يا دكتور هشام، يعني هو طبعا كويس أن الدولار ينخفض، بس ليه الدولار بينخفض يا فندم؟ أسباب عدة الحقيقة. خلينا نشير إلى أنه في عدة أمور، فكما يتعلق بالجهاز المصرفي أو ما يتعلق بالحكومة بالتأكيد مزيد من الضبط في عجز الميزان التجاري بيحسن من وضع الجنيه أمام الدولار. احنا عندنا زيادة في الصادرات طالعين من 18.5 مليار دولار إلى حدود 20.2 مليار. عندنا انخفاض في الواردات في حدود 7 مليار دولار، بالتأكيد ده خفف من الضغوط على النقد الأجنبي. بالتأكيد أيضا موضوع السفر وخاصة للعملة اللي متوقف خلال الفترة الماضية أثر بالإيجاب. التحسن المصرفي الاحتياطي من النقد الأجنبي اللي هي بيشهد زيادات جيدة خلال الأشهر الماضية منذ قرار التعويم، بالتأكيد ده أيضا انعكس على مزيد من الطمأنينة والثقة في الوضع الاقتصادي. الاحتياطي ارتفع لمستوى 26.3 مليار دولار بالمقارنة مع الشهر السابق اللي كان 24.2 مليار دولار، بالتالي زيادة جيدة. متوقع مزيد من الوفرة في النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة، لأنه الحقيقة في موارد هتأتي إلى وفرة خلال الفترة القادمة بالنقد الأجنبي. دي الحقيقة كلها أمور ساهمت على الانخفاض، وأتصور أنه هذا الانخفاض ممكن أن يستمر خلال الفترة القادمة. لحد إمتى بقى يا فندم، وهيوصل لحد فين أو لحد كام؟ بالتأكيد لو استمر الضبط في الميزان التجاري مؤكد أنه الدولار هينزل عن كده. هي مسألة بس أنه كل ما بيزيد الوفر من النقد الأجنبي الحقيقة كل ما بيحدث تدفق في النقد الأجنبي، سواء كان في الاستثمار وخاصة في الاستثمار في أدوات الدين العام اللي هي بتشهد زيادات طيبة، أو كمان الحقيقة عودة السياحة. الحقيقة ده بيتواكب مع أنه عدد من الدول رفعت قيود السفر على السياحة لمصر، بالتالي التوقع بانتعاش سوق السياحة بالتأكيد ده كمان هيصب في مصلحة دعم الجنيه. مؤكد كل هذه الخطوات من شأنها أنها تؤدي لمزيد من الانخفاض. هيصل إلى أي مدى؟ أتصور أنه مهم أن احنا نهدأ. أنا مش عايز الحقيقة يكون في انخفاضات عنيفة علشان لا يواكبها أيضا ارتفاعات عنيفة. بصفة حضرتك يعني على الأقل في المستوى بخبرتك الاقتصادية دكتور يا دكتور هشام، البنوك أصبح لديها فائض من النقد الأجنبي، البنوك ضخت ما يقترب من 10 مليار دولار خلال الأشهر الفائتة في الاقتصاد، وبالتالي البنوك أصبح لديها وفرة في النقد الأجنبي بعدما كانت المراكز المالية للبنوك معظمها كانت مكشوفة قبل قرار التعويم، وبالتالي كل ده ساهم على الاستقرار الوضع داخل سوق الخشب. طيب لو تم الاستقرار بالفعل يا فندم، الدولار هينخفض لحد كام بالظبط؟ يعني بوجهه نظر حضرتك الاقتصاديه طبعا الطلب والعرض على النقد الاجنبي. يعني الدولار هو زي اي سلعه
لو فجأة المستوددين عادت شهيتهم مرة أخرى بقوة مؤكد أنه هيرتفع، لكن الحقيقة مازال الضبط اللي بيحدث ليه الميزان التجاري أتصور أنه مازالت وزارة التجارة بتبذل جهود كبيرة سكن ما يتعلق بدعم التصنيع ودعم الصادرات أو ما يتعلق بالتخذة لضبط عملية الاستيراد. أتصور أنه من شأن استمرار هذا الأمر أنه يؤدي لمزيد من الانخفاض. لكن خلينا نوضح مسألة مهمة، أنه صحيح كلما انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بيريح الناس لأنه قد يكون مؤشر على انخفاض أسعار السلع، إلا أنه مزيد من الانخفاض قد يضر مرة أخرى بالوضع الاقتصادي. إحنا الحقيقة عايزين وضع توازني، بقى نتكلم على 14 نتكلم على 15، مش عايزين نشوف أرقام أقل من كده أو نفتح سقف طموحاتنا إن إحنا نشوفه 10 يعني أو مدون العشرة. يعني يا دكتور هشام، يعني يا دكتور هشام، لحد لما القاعدة الانتاجية تتسع. دكتور هشام حضرتك سمعني بوضوح يا دكتور هشام، يعني حضرتك شايف ان هو ممكن يوصل ل 14 بالفعل؟ اتصور انه ليست بعيدة، لكن هي مهم انه ما يبقاش الانخفاض عنيف، يعني مهم جدا انه البنوك حتى لو بتشتري وهي مترقبة مزيد من الانخفاض ما فيش مشكلة في إطار أنها تدعم مزيد من التدعيم لمركزها المالية. الحقيقة البنوك خلال الفترة الأيام الماضية الحقيقة كانت بتتخوف أنها تحصل على مزيد من النقد الأجنبي بسعر عالي، لأن الحقيقة الوفرة بقت متاحة داخل البنوك، والحقيقة البنوك متخوفة فالحقيقة مش عايزة تخدم على مزيد من الحصول على نقد أجنبي بالأسعار العالية. فالحقيقة البنوك في ظل الفوائد اللي أصبحت متاحة لديها مش عايزة الحقيقة تغامر وتاخذ نقد اجنبي بسعر مرتفع، لكن اتصور انه مهم ان احنا نهدأ شويه. حتى لو البنوك حصلت على مزيد من النقد الاجنبي في الوقت الحالي بسعر عالي شويه هيبقى افضل كثير من انه السعر ينخفض ثم يعود مره اخرى، اتصور انه هيكون الوضع صعب. طب بالنسبه للدولار الجمركي يا فندم، هل تخفيض الدولار الجمركي بالفعل، يعني لان بالفعل الدولار بينخفض قدام الجنيه المصري، هل ده يضر بالاقتصاد ولا يفيد الاقتصاد؟ لان في مطالبات بتخفيض الدولار الجمركي بالفعل. الحقيقه قبل ما تتجه وزاره الماليه لتحديد السعر ال 18 ونص الجمركي كان في مطالب عده من جانب المستوردين، والحقيقه كانت وزاره الماليه مضطره انها تاخد متوسط خلال الفتره علشان تحاسب عليه التعريفه الجمركيه فيما يتعلق بالرسائل اللي ودى كاستيراد من الخارج. لكن الحقيقه هو مفترض انه هذا السعر بيحدد شهريا على اساس المتوسط الشهري لسعر الدولار بالتاكيد الشهر السابق يعني، وبالتالي المراجعه الاولى للسعر اللي سعر بيتم تعديلها بالتاكيد في ضوء المتوسط الشهري للصرف خلال الفتره الماضيه. طيب يا دكتور هشام، يعني حضرتك خبير اقتصادي وليك اراء حاسمه وواضحه وقويه، الناس تعمل ايه؟ يعني الحكومه ايه دورها انها تعمله علشان الناس تحس بالفعل بتخفيض الدولار في ظل ارتفاع الاسعار طبعا، وكله مرتبط بتعويم الجنيه وارتفاع الدولار وكده؟ لا، هو نقطه البدايه من ليس له دافع او سبب لحيازه الدولار عليه ان ألا يحتفظ بالدولار، لأن الدولار عادة إحنا بنستخدمه في التعاملات سواء كان للصرف للخارج سواء كان للاستيراد، مفترض إنه التعاملات داخل أي دولة بتتم بعملتها، وبالتالي الحقيقة مهم جدا إنه المواطنين حيزي النقد الأجنبي إنه ما يحتفظوش بيه، لأنه الحقيقة أصبح عبء عليهم، لأنه إحنا بنشهد انخفاضات بالفعل في الوقت الحالي، أسعار الفايدة على الجنيه ما زالت مرتفعة، أتوقع لها مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة مع انخفاض أو انحصار موجة التضخم اللي احنا شفناها خلال الأشهر الماضية. وبالتالي النصيحة فيما يتعلق بالدولار، أتصور أنه من ليس لديه حاجة لاستخدام النقد الأجنبي عليه ألا يحتفظ به درءا لتحقيق خسائر. الأمر الثاني ما يتعلق بالأسعار، بل الحقيقة المواطنين الحقيقة تأثروا بشدة من ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية، أتصور أنه خلال الفترة القادمة أنا بسأل حضرتك السؤال ده يا دكتور هشام، يعني أنا بسأل حضرتك السؤال ده يا دكتور هشام لأن بصراحة من بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، يعني الناس في نفس التوقيت أو في نفس اليوم زادت الأسعار، طيب الانخفاض اللي إحنا بنسمع عنه كل يوم فين بقى انخفاض الأسعار؟ خاصة إن أي سلعة بتزيد لا ده مرتبطة بسعر الدولار يا جماعة علشان تعويم الجنيه، أنا بسأل حضرتك علشان كده. طيب خلينا نوضح لأنه ارتفاع أسعار السلع كان لها أسباب عدة، بالتأكيد القيمة المضافة اللي فرضت عام 2016، بالتأكيد رفع التعريفة الجمركية مرتين خلال عام 2016، بالتأكيد رفع أسعار المنشآت البترولية اللي واكب قرار التعويم في 3 نوفمبر
الماضي. لكن منذ 3 نوفمبر حتى الآن لم يكن هناك أي قرار من جانب الحكومة تؤدي لرفع الأسعار. وبالتالي منذ 3 نوفمبر حتى الآن أو ما بعد 3 نوفمبر بعد تأثر عدد من القطاعات بأسعار المشتقات البترولية أو بقرار التعويم، مفترض أن يكون فيه هدوء في الأسعار. لكن الحقيقة اللي احنا كنا بنشهده على الأقل خلال الشهرين الماضيين هو موجة أو حمى من اجتاحت كل التجار بعين، الكل بيسعى إلى رفع السعر، لكن ده أدى إلى حالة من ركود داخل الأسواق، ركود تضخمي الحقيقة الوضع اللي احنا فيه حاليا، وده الحقيقة أدى إلى عدم المواطنين لمزيد من الاستهلاك. وأدعو الحقيقة الجميع أنه يهدأ كثيرا فيما حصول على السلع، لأنه الحقيقة في بعض السلع بدأنا نشهد فيها انخفاضات، ونسوى خلال فترة القادمة هيكون في مزيد من الانخفاض بالتأكيد مع انخفاض أسعار الدولار، انخفاضات عنيفة في أسعار الذهب. خلال الفترة الماضية بدأنا نلمس انخفاضات في عدد قطاعات حديد التسليح، الأسمنت، الأجهزة الكهربائية وما إلى ذلك. وبالتالي أتصور مع مزيد من الانخفاض ومع هدوء المواطنين بعيدا عن التكالب للحصول على مزيد من السلع تخوفا من ارتفاع أسعارها مرة أخرى، أتصور أن هو ده الكفيل بأنه الأسعار تهدأ كثيرا. طيب دكتور هشام، يعني للخروج من هذه الأزمة، يعني احنا سمعنا أن في التعديل الوزاري اللي إن شاء الله هننتظره بكرة أن هيبقى في نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية، هل ده هيبقى مفيد للوضع الاقتصادي في مصر؟ بالتأكيد مزيد من التنسيق فيما بين وزراء المجموعة الاقتصادية قد يكون مفيد للغاية، لكن هي العبرة الحقيقة مش بالأشخاص، العبرة دايما بنقول أنه يكون في توافق في السياسات، والحقيقة مسألة أنه الوزراء أو المجموعة الاقتصادية بتجتمع دي مسألة مهمة، لكن الأكثر أهمية أنه يكون المستويات ما دون الوزراء اللي هم بيشتغلوا في المطبخ بيصنعوا السياسات هو المهم، أن يكون في توافق. بالتأكيد مزيد من التنسيق خلال الفترة القادمة هيكون أمر هام للغاية، لكن الحقيقة اللي بتمناه هو إدارة كفء لأصول وموارد الدولة، لأن الحقيقة احنا محتاجين أكبر قدر من تعظيم الموارد بالتأكيد مع تشغيل النفقات، لكن مسألة تعظيم موارد الدولة دي مسألة مهمة للغاية، مهم أنها يكون ده نص تركيز المجموعة الوزارة الاقتصادية اللي هتكون إن شاء الله في التشكيل الجديد للحكومة. أكيد يا فندم. دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، كل الشكر لحضرتك. نستكمل مع بعض أخبارنا. قام عدد من أهالي منطقة سقارة بالجيزة بإنشاء عدد من العيادات الطبية لتقديم خدمة مجانية للمواطنين. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي نتابع. كثير منا يبحث عن أماكن علاج مجانية لعلاج غير قادرين على تغطية نفقة علاجهم وعلاج أسرتهم، ومن أجل هذا احتفلت لجنة حزب الوفد في سقارة برئاسة سيد طه بافتتاح عيادة الرمد الجديدة بمستشفى الأحلام للغسيل الكلوي للعلاج بالمجان بحضور عدد من رجال القوات المسلحة السابقين وعدد من المسؤولين ولفيف من الأطباء وأهالي القرية. القرية دي أرادت إنشاء حلم، وهو إنشاء مستشفى تشمل جميع التخصصات ووحدة غسيل كلوي تكون في القرية، لأن هنا المرض الفشل الكلوي في مصر يعني بدأ يتزايد كبير، فكان لابد من إنشاء وحدة الغسيل الكلوي وعيادات تخصصية مجانية لخدمة أهالي قرية سقارة. كان شيء جميل جدا أن هم مع بعض هم اللي بيعملوا هذه الجهود الذاتية ينشئوا هذه المستشفى، وكل يوم بيحصل فيها امتداد. النهاردة بقى احنا بنفتتح حوالي الجزء الخاص بالعيون، وده قسم خاص بالعيون ده، وشوية هعمله الأذن أنف الأذن وبعد كده الأسنان. وأكد سيد طه نائب رئيس لجنة الوفد بسقارة أن العيادة أقيمت بالجهود الذاتية للأهالي، مشيرا إلى أنه تم شراء كل الأجهزة اللازمة بواسطة تبرعات الأهالي، موضحا أن التفكير في إنشاء هذه العيادة بالمستشفى للرغبة الملحة في رفع كاهل المعاناة عن المريض، مضيفا أن هناك أكثر من 150 مريض يتم علاجهم بالمجان يوميا، معلنا عن التوسع في إنشاء أقسام أخرى. المستشفى هتصرف حوالي 70 مليون جنيه، وأنا فضل ربنا راجل فقير، علاقتي بربنا ثم بأهل قريتي وبالشباب اللي وقف ده، إن شاء الله وعد وعاه إن احنا في خلال سنة هكون المستشفى جاهزة للعمل. الحقيقة اللي أنا شفته النهاردة من الناس هنا صرح طبي محترم معمول بالجهود الذاتية من ناس طيبين جدا. أما نعرف إن فيه صرح زي ده والناس بتتعالج فيه مجانا بدون ولا أي شيء، يبقى الحقيقة الناس هنا ناس طيبين جدا، ويا ريت كل الكرة على مستوى مصر
تعمل هذا الكلام؟ أنا عايزة أقول إن إحنا كلنا هنا النهاردة بصفتنا مواطنين مصريين بنحيي أهل القرية، أهل قرية سقارة اللي وقفوا جنب بعض وحطوا إيد في إيد، والناس المصريين العظماء. يذكر أن لجنة الوفد لها دور كبير في خروج المستشفى للنور من خلال جمع تبرعات من الأهالي وتخليص الإجراءات الحكومية، مضيفا أن المستشفى به أحدث الأجهزة للغسيل الكلوي فضلا عن جهاز للغسيل بالمنازل في حالة عجز المريض عن الذهاب لها، هذا بالإضافة لتقديمهم العديد من الخدمات لكل شخص يمر عليهم دون مقابل نهائيا. نتابع مع زميلنا محمد رياض اللي أجرى لقاء مع النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد. نتابع مع بعض وأترككم لهذا اللقاء وأراكم بكرة إن شاء الله، وإلى اللقاء، تحية. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي عين على البرلمان. نحن الآن لا نزال داخل مجلس النواب حيث تعقد العديد من اللجان النوعية لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة، بالإضافة إلى استدعاء عدد من الوزراء لمناقشة هذه الطلبات. معي الآن سيادة النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار. النهاردة بتعقد هذه اللجنة لإقرار مشروع قانون الإعلام الموحد، هنتعرف منه على أهم هذه الخطوات وأهم هذه القوانين. برحب بحضرتك سيادة النائب. أهلا وسهلا. عايزين نعرف النهاردة إيه اللي هيتم داخل لجنة الإعلام والثقافة والآثار. عرفنا أن كان هيتم إقرار قانون الإعلام، عايزين نعرف من حضرتك إيه اللي هيتم داخل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اللي هيقر النهاردة قانون نقابة الأثريين اللي انتهت منه اللجنة، والنهاردة التصويت النهائي داخل اللجنة على القانون ليعرض في الجلسة العامة، أقرب جلسة إن شاء الله. لكن قوانين الإعلام المفروض هي انتهت وراحت لرئيس الجمهورية صد عليها، يظل قانون الإعلام الموحد فقط اللي اتفقنا إنه هنبدأ مناقشته في المجلس بعد شهر من انعقاد أول انعقاد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. طبعا زميلنا النائب مصطفى بكري تقدم ببيان عاجل ضد الحكومة لمعرفة سبب تأخير إصدار الهيئات الإعلامية اللي هو المجلس والهيئتين حتى الآن، بالرغم من صدور القانون، والمفروض أن احنا في انتظار التشكيلات، إلا أن الحكومة مأخراها بسبب أنها لم تصدر قرار حتى الآن بالتشكيل المؤقت لنقابة الإعلاميين والقرار بإنشاء نقابة الإعلاميين وفقا لقانون نقابة الإعلاميين اللي أقره المجلس وصد عليه رئيس الجمهورية منذ ما يقرب من شهر تقريبا. القوانين الإعلامية اللي المفروض اللي هي الهيئات الإعلامية ونقابة الإعلاميين انتهينا منهم، المفروض أن الحكومة تصدر بقى خطواتها التنفيذية لإنشاء الهيئات وإنشاء نقابة الإعلاميين أيضا. يظل قانون الإعلام الموحد في البرلمان حتى انعقاد هذه الهيئات لتدلي بدلوها في هذا القانون. قانون نقابة الأثريين انتهينا منه في اللجنة، خلاص التصويت النهائي عليه النهاردة ليعرض في أقرب جلسة عامة إن شاء الله. سيادة النائب، يعني قانون الأثريين نقابة الأثريين هيقر النهاردة، قانون الإعلام الموحد لسه في انتظار الموافقة عليه. إن احنا ماذا ترى في هذين القانونين، خاصة أن نقابة الأثريين كانوا بيطالبوا بها من فترة طويلة، الإعلام كان برضو في بعض الانتقادات وبعض الانتقادات لهذا القانون، ماذا ترى فيهم؟ يعني باختصار هو كل الإشكاليات اللي كانت موجودة اللي خاصة بقوانين الإعلام أنا شايفها من وجهة نظري اتحلت لما حطينا مادة انتقالية في قانون الهيئات بتلزم مجلس النواب أنه يناقش القانون الموحد خلال شهر من أول انعقاد للهيئات الثلاث. وأتصور في ذلك أن احنا نبقى قضينا على الإشكالية اللي كانت موجودة واللي كانت بتسبب تخوف لدى الجماعة الصحفية أن المجلس يطيح بمشروع القانون الموحد اللي هيحمي الصحفي والإعلامي. أما بالنسبة لقانون نقابة الأثريين، هذا مطلب للأثريين منذ سنوات طوال، يعني الأثريين بيطلبوا أن يبقى ليهم نقابة مهنية مستقلة، وده القانون اللي احنا انتهينا منه في لجنة الإعلام والثقافة والآثار. يعني القانون هي نقابة مهنية زيها زي أي نقابة مهنية موجودة في مصر، بتوفر حماية للأثريين وأيضا بتلزم الأثريين بواجبات محددة. سيادة النائب، عرفنا أن حضرتك مقدم طلب إحاطة النهاردة للجنة الزراعة، وأيضا حضرتك مقدم طلب إحاطة في لجنة التعليم، عايزين نعرف أهم هذه الطلبات وإيه اللي هيدور فيه.
طبعا بما اني انا نائب عن محافظة الوادي الجديد دائرة الدخلة والفرافرة وبلاط، طبعا شايف ولامس قد ايه الفلاح في الوادي الجديد بيعاني من ارتفاع الاسعار في كل السلع، واحزنني كثيرا تصريحات الحكومة على رأسها المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزارة عندما قال لا زيادة في اسعار الاسمدة، ومما جعل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يقول على مسؤوليتي لا زيادة في أسعار الأسمدة. أدركت حينها أن الحكومة أدركت خطورة المرحلة التي تعيشها مصر، وأدركت حجم المعاناة التي أصبحت على عاتق الفلاح نتيجة لارتفاع كبير جدا في الأسعار بعد تعويم الجنيه، وزيادة أساسا في أسعار، زيادة أيضا في أسعار البنزين والسولر، لأن الفلاح في الوادي الجديد بيستخدم السولر في المكن بتاع الري، بالإضافة كمان إلى أن الفلاح في الوادي الجديد، وده اللي قلته في اللجنة النهاردة، يختلف عن أي فلاح في محافظة أخرى، لأن الفلاح في الوادي الجديد يروي أرضه عبر آبار ارتوازية بتشغل أو بتضخ المية للأرض عن طريق مكن، المكن ده راكب عليه عدادات كهرباء. بعد الارتفاع في شرايح الكهرباء خلال الفترة اللي فاتت، والفلاح بيتحاسب على الشريحة التجارية، فأصبح هناك زيادة كبيرة جدا 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 في فواتير الكهرباء اللي بتيجي للفلاح نتيجة ريه للأرض. فتخيل بقى أسعار زيت وسولر وأسعار كهرباء كبيرة جدا 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 عرضت الفلاح لخسارة كبيرة جدا، يعني من باب أولى الفلاح في الوادي الجديد أنه ما يزرعش ويسيب الأرض تبور بعد الخسارة اللي تعرض لها دي. فطبعا الأمر الآخر واللي قلته النهاردة في اللجنة، أن أنا بلوم على الحكومة لعدم التمثيل الكامل في اللجنة، وزارة الزراعة مش ممثلة بالتمثيل الكامل، كنت أتمنى أن الوزير يكون حاضر النهاردة، لكن اللي عايز أقوله أن يعني الأسلوب التي تتعامل به الحكومة مع الأزمات التي تصدرها للشارع ويتحملها النائب على عاتقه، أنا شايفها يعني لا كان داعي لحدوثها. كنت أتصور أن الحكومة تتأنى في زيادة أسعار الأسمدة وتنتظر على الأقل سنة تكون الأوضاع استقرت شوية، لكن الوضع دلوقتي أن الحكومة زودت أسعار الأسمدة، الشارع بيرفض، بيعطش السوق. أنا بتهم الحكومة النهاردة اتهام واضح وصريح أنها تقوم بتعطيش السوق عمدا للتواطؤ مع أصحاب الشركات الخاصة، شركات القطاع الخاص، والهدف الثاني أو السبب الثاني أن توصل الفلاح لدرجة أنه يطلب السلعة لأنه محتاجها جدا. الأيام اللي جاية الفلاح مضطر ويحتاج أنه يسمد أرضه خلال الأيام القادمة، فهيضطر الفلاح أنه هو يطلب السماد حتى لو سعره غالي، لأن الأرض الزرع ممكن يحصل له مشاكل. اللي انا اعرفه فندم ان احنا بننتج كميات كبيره جدا وبنصدر كمان بره في الاسمده، المشكله فين؟ المشكله في ان الحكومه، وباكد وبتهم الحكومه صراحه، ان الحكومه تصدر ازمه للشارع الهدف منها أن الفلاح يتجاوز ويقبل الزيادة التي فرضتها الحكومة والتي تصل إلى 50% في أسعار الأسمدة، فتعطيش السوق الهدف منه أن الفلاح يقبل بالزيادة ويقول أنا عايز السلعة حتى لو هي غالية، فخلاص طالما هيبحث عن السلعة هو مش هيتكلم عن سعرها، لكن لو السلعة موجودة هو هيتكلم عن غلاء السعر. لكن الحكومة تتعمد تعطيش السوق حتى تفرض على الفلاح وتفرض على الشارع وعلى مجلس النواب أيضا زيادة السعر، وهذه سياسة كارثية، أعتبرها سياسة كارثية تقضي على الفلاح وتقضي على مستقبل الزراعة في مصر، وأعتبر في ذلك أن سياسة الحكومة ضد سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينتهج نهج مخالف لما تفعله الحكومة على أرض الواقع الآن. طلبت النهاردة في لجنة الزراعة والري أن خلاص طالما حصلت زيادة في أسعار الأسمدة والحكومة مش هينفع أنها تتراجع عن ده دلوقتي، فرضت الزيادة على الفلاح، وهذا نسبة قد إيه؟ من 46% ل 50%، الزيادة كبيرة. طلبت أولا بتوفير أسعار الأسمدة وأن يتراجعوا عن المخطط القذر التي تتعاون فيه الحكومة مع شركات القطاع الخاص من أجل تعطيش السوق وفرض الزيادة على الفلاح بشكل أو بآخر. النقطة الأخرى أن يصدر رئيس الوزراء قرار فورا بزيادة سعر توريد أردب القمح في الموسم الجديد ل 750 جنيه عوضا للفلاح عن الخسارة الكبيرة التي تعرض لها هذا العام في زراعاته بعد زيادة أسعار
كافة السلع ومنها السولر والسلع الغذائية ومنها أيضا زيادة أسعار الأسمدة. وطالب وده هيطلع النهاردة بتوصية رسمية من لجنة الزراعة والري لملزمة للحكومة بزيادة سعر توريد أردب القمح. ولا نعترف بما يقوله رئيس الوزراء الآن بأننا نلتزم بالسعر العالمي. إحنا ما نضمنش السعر العالمي ده قد إيه، والفلاح ما يعرفش السعر العالمي قد إيه، وما نعرفش الثلاث أربع شهور الجايين حينما تبدأ الحكومة في شراء القمح من الفلاح هيكون السعر العالمي قد إيه. فأنا بلزم رئيس الوزراء والحكومة بإصدار قرار فوري بزيادة سعر توريد أردب القمح في الموسم الجديد إلى 750 جنيه. هذا بالنسبة لي طلب خطر لجنة الزراعة. ماذا عن التعليم؟ لجنة التعليم للأسف الفساد ما زال موجود في الجامعات، وللأسف أن رئيس ورؤساء الجامعات لا يوجد آلية حقيقية لمحاسبتهم. والدليل اللي هيتناقش دلوقتي في لجنة التعليم طلب الإحاطة اللي أنا مقدمه ضد رئيس جامعة أسيوط ووزير التعليم العالي. وزير التعليم العالي دكتور أشرف الشيحي هو إنسان على خلق وإنسان محترم، وذهبت له عدة مرات بسبب المعايير التي تستند إليها جامعة أسيوط في تسكين طلاب في المدن الجامعية التابعة لجامعة أسيوط. الوادي الجديد لا يوجد بها جامعة، وعندي الطلاب بيجوا من أقصى الفرافرة والدخلة والخارجة وكل مراكز محافظة الوادي الجديد لجامعة أسيوط لأن هي الجامعة الأقرب له. تبعد عن الفرافرة ما يقرب من 800 كيلو 900 كيلو. فلما جامعة أسيوط تسكن الطلاب أبناء أسيوط اللي بيبعدوا 10 كيلو 20 كيلو عن الجامعة في المدن الجامعية، وما يسكنش ما يقرب من ثلث الطلاب المتقدمين لجامعة أسيوط وعلى رأسهم طالبات في كليات عملية مثل كليات الطب والتمريض، وأتقدم بعدة طلبات للوزير والوزير يتصل برئيس الجامعة قدامي أكتر من مرة ويأشر له بالتنفيذ وتسكين هؤلاء الطلاب، ورئيس الجامعة يوعدني، وفي الآخر يكون الأمر في زمام الأمر في إيد نائب رئيس الجامعة اللي شغال واسطة ومحسوبية وسكن اللي هو عايزه وترك هؤلاء الطلاب في الشارع. يعني أنا بطالب بمحاكمة هؤلاء. عندي طالبات في كليات عملية من أبناء الوادي الجديد في الشارع مش لاقين سكن لحد النهاردة، مستقبلهم التعليمي في خطر، وده سببه هو الفساد في جامعة أسيوط، واللي لازم النهاردة ألاقي له حل في لجنة التعليم. ومش هسيب اللجنة ترفع دون أخذ قرار ضد رئيس جامعة أسيوط وقيادات جامعة أسيوط عما يفعلونه من جرم في حق طلاب الوادي الجديد. عدد الطلاب دول قد ايه؟ يعني اللي ما سكنوش لحد دلوقتي مش أقل من 100 طالب وطالبة. عدد كبير برضه. في الوقت اللي هم بيسكنوا فيه بقى بالمجاملة الطلاب اللي قريبين ده، المفروض إن أهم معيار للسكن في المدينة الجامعية بعد المسافة يكون هو الأول، لكن للأسف الجامعة بتبص لمعيار آخر خالص، وهو إيه ده أصغر من ده بيوم. الأصغر هو اللي يتسكن الأول بيوم والأكبر لا، ده معايير كارثية. مفيش رقابة على جامعة أسيوط فيما تفعله. أؤكد إن لو كانت هناك رقابة حقيقية لكشفنا فساد كبير في هذه الجامعة، وسأطالب بلجنة تقصي حقائق ومحاسبة كل الفاسدين داخل جامعة أسيوط. أنا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، ونتمنى أن احنا نتواصل مع رئيس جامعة أسيوط للرد على هذا. وبشكر حضرتك كل الشكر على طلبات الإحاطة اللي حضرتك قدمتها، ودي كان ده كان لقاءنا النهاردة مع سيادة النائب تامر عبد القادر اللي قدم لنا عدة طلبات إحاطة لا سيما في لجنة الزراعة ولجنة التعليم، بالإضافة إلى مناقشة قانون الإعلام الموحد وإقرار قانون نقابة الأثريين. شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.